بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد، الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم، اللهم في كل وقت وحين، اللهم آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين، وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم، فكيف كان نكير. فكأين من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. صدق الله العظيم. إن الحاجة إلى الوحي الشريف الذي أنزله الله تعالى على الأنبياء والمرسلين حاجة تقتضيها الفطرة وتدعو إليها الضرورة. فالله تعالى الرحمن الرحيم رب العالمين جعل الوحي باب رحمة عظيمة للخلق، إذ للوحي الشريف مقاصد سامية وغايات إنسانية نبيلة، من تربية الفرد، إصلاح المجتمع، والسلام العالمي. ومعاداة الوحي الشريف معاداة لتلكم الرحمة الربانية بالخلق أجمعين، وسعي في تضييع لمسار الإنسان في حياته الدنيا وإفساد في الكون. وعشان نوضح ده بصورة قريبة من الحياة بتاعتنا المعاصرة، انت النهاردة في تقدم علمي وثورة صناعية وتكنولوجية رهيبة جداً، ولا نجد مطلقاً لا شركة ولا مصنع بينتج أي آلة معقدة أو متوسطة التعقيد أو حتى بسيطة، يعني أحياناً إلا وفي الغالب بيرفق معها كتيباً أو ما نسميه بالكتالوج اللي بيشرح مزايا وتفاصيل والطريقة الصحيحة لاستعمال الآلة دي، وإزاي أنك تتعامل معها بطريقة منضبطة، وإزاي أن هي تقدر تكون معاك، أنت بتعرف ده عشان تقدر تستعملها وتنتفع بما فيها، وأن أنت لا تفسد هذه الآلة، ده شيء الآلة، لأنه ده شيء ضروري جدا للتعامل مع هذه الآلة أو ذلك الجهاز. ويعني ده لو إحنا ما اتبعناهوش هتكون مجرد الآلة أو الجهاز ده عبارة عن كتلة حديدية يعني عديمة الجدوى والفائدة، وربما صاحبها أو اللي اشتراها يبقى بيتخبط في استعمالها وبيؤدي إلى إفسادها. هذا في حين إن هذه الأجهزة اللي احنا بنضرب بيها المثل والآلات التي نضرب بيها هذا المثل، مهما كانت يعني مهما
كانت هذه الآلات وتلك الأجهزة معقدة ودقيقة جدا، إلا إنها لا ترقى في تعقيدها إلى آية خلق الله تعالى للإنسان. والله جل جلاله لم يخلق الإنسان فحسب، إنما هو سبحانه وتعالى علمنا إنه جعله كذلك في هذا الخلق في أحسن تقويم. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ولم يكتفي الخالق العظيم سبحانه وتعالى بذلك، بل قام بتكريم الإنسان على سائر الخلق، وقال تعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فخلق الإنسان معجزة وآية كبرى. خلقه المولى سبحانه وتعالى لحكمة عظيمة، وخلقه وهو يريد له الخير والصلاح. وإذا كان كذلك، هل يعقل أن يترك هذا الإنسان هكذا سدى دون توجيه ودون منهج يسير عليه؟ وهو الله الرؤوف الرحيم، هل الرؤوف الرحيم يخلق الخلق ويتركهم هكذا تتقاذفهم الأهواء والفتن، وتتنازع الإنسان أو المكلف عموما قوى الشر والخير، دون أنه يديله منهج مميز فيه أو واضح فيه له طريق الخير من طريق الشر؟ أيمكن أن يتركه الخالق العظيم بعد أن خلقه في أحسن تقويم وكرمه على العالمين؟ أيتركه في ليل دائم دون ضياء ينير له الطريق المستقيم؟ لا والله، إن رحمة الله العظيم لا تترك هذا المخلوق أو أي مخلوق، لا تترك المكلفين دون وحي سماوي يهديهم إلى طريقه المستقيم في جميع دروب الحياة. ومن هنا كانت الحاجة إلى الوحي الشريف، ومن هنا كان الوعيد لكل من يعرض عن أنوار الوحي الشريف أو يحارب الوحي الشريف أو يصرف الناس عن الوحي الشريف. ولذلك كان هذا الوعيد الشديد لمن يفعل ذلك في أقصى صورة له، وهي صورة الإنكار التام للوحي، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير. وقلنا قبل كده إن أقصى صورة لمجافاة الوحي الشريف، أقصى صورة، هو الكفر به مطلقا. وده اللي كان متحقق في كثير من الأمم السابقة واللاحقة، وهكذا هكذا هي الحياة: مؤمن وكافر، مصدق ومكذب. وإنه ذكرنا لحضراتكم إنه إنكار الوحي ليه صور وليه درجات لا تعدم وجودها في العصر الحديث، بل نعاني من شرها بين الحين والحين ممن يدعون العلم. إن معاداة الوحي الشريف في أي صورة من صوره معاداة للرحمة الإلهية بالخلق. فالله تعالى خلق الإنسان وأودع فيه قطبين متنافرين، إداك قوتين جواك، أحدهما يدعو الإنسان أو المكلف إلى الخير، والآخر يدعوه إلى الشر. ويبين لك الموضوع ده ما ورد عن أمير المؤمنين سيدنا علي رضي الله عنه، أن الله عز وجل قول سيدنا الإمام علي قال: إن الله تعالى ركب في الملائكة عقلا بلا شهوة. يبقى الملائكة الكائنات النورانية اللطيفة دي مركب فيها عقل لكن ما فيش شهوة، يعني هي مخلوقات عاقلة. نعم، وركب، هكذا يقول سيدنا الإمام علي ويوضح ويعلم، ويقول: وركب في البهائم شهوة بلا عقل، وركب في بني آدم كلتيهما، فمن غلب عقله شهوته، اللي يغلب عقله في تصرفاته في حياة الدنيا وعارف إنه في هذه الحياة إلى حين
وإنه تحصى عليه الحسنات وتكتب له السيئات، وكل شيء معدود عليك أيها الإنسان، ومهما قل ذلك الخير الذي تصنعه أو عظم ذلك الشر الذي تقوم به، مهما أو دق الشر وعظم الخير، كل يحصى على الإنسان ويكتب. فلو أنت في حياتك غلبت جانب العقل على الشهوة، فستصير كما أخبر الإمام علي: هو خير من الملائكة. ومن غلبت شهوته على عقله أو شهوته عقله فهو شر من البهائم. لذلك وجب على الله، وجب يعني على الله سبحانه وتعالى من باب اللطف بالعباد، لأنه الله اللطيف، إنه يدلهم إلى ما يرفعهم فوق مستوى الملائكة الكرام باختيارهم. وهنا سر هذا المخلوق اللي ربنا خلقه في أحسن تقويم، واللي ربنا كرمه على العالمين وعلى سائر مخلوقاته، إنه ادالك الاختيار. وإنت مع هذين القطبين المتنافرين، خير وشر، هو دلك الطريق إزاي. أنت الطريق ده هتعرفه منين؟ من المنهج. المنهج ده يصل إزاي؟ عن طريق الوحي على الأنبياء والرسل، وختاما على سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. وده قوة الاختيار أيها المكلف، تستطيع أن تختار طريق الشر وتسير فيه ويكون على الله الحساب، وتستطيع أن تختار طريق الخير وتمضي فيه. وإنت في حالة إنك بتختار الخير وبتختاره بتنشيط استعمال العقل، وإنك أنت بتستعمل المواهب والعطايا اللي ربنا ادهالك على الوجه الذي يرضيه سبحانه وتعالى، بتسمو فوق الملائكة الكرام. وربنا اداهم في الوحي، ادى الخلق إنه أرشدهم أيضا إلى ما يبعدهم عن الهبوط إلى مستوى البهائم أو دونها، اللي ركب فيهم الشهوة دون العقل. لكن الإنسان إذا غلب الشهوة على العقل والأهواء على العقل، فبالتالي هو قد عاد الوحي. لذلك فالوحي الذي نزل على الأنبياء والمرسلين وختاما بسيد الخلق صلى الله عليه وسلم، هو زي ما أسماه ومثل بهذا المثل سيدنا الشيخ محمد متولي الشعراوي حينما قال إن ده الكتالوج اللي بيحدد للإنسان الطريق الذي عليه أن يسلكه وعليه أن يمضي فيه ليصل إلى ما ينفعه ويتجنب ما يضره ويكون من سعداء الدارين فيفوز في الدنيا والآخرة. وكمان الكتالوج ده بين للإنسان كيف يستثمر الطاقات والمواهب والعطايا العديدة التي لا تعد ولا تحصى، التي منحها رب العالمين الوهاب، منحها للإنسان. بيديك إن الأنوار دي تحيا بها في دنياك، لأنه هو الصانع جل جلاله، والصانع أدرى بصنعته. عشان يسمو الإنسان فوق الروح الملائكية، بأنه يجاهد الإنسان نفسه ليسمو فوق مستوى الملائكة، لما يعني يكافح شهواته وإنها تكون في طريق حلال، ويختار طريق رضوان الله سبحانه وتعالى، بيسمو سموا عظيما. وده مش ممكن يصل إليه الإنسان إلا من طريق القانون والشريعة التي تؤسس له ما يضمن سعادته في الدنيا والآخرة. ومن هنا تتجلى الحاجة إلى إنزال الوحي من الخالق على أنبيائه لهداية عباده، وضرورة الحفاظ على الوحي والتمسك به. الوحي في الشريعة الخاتمة هو القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة الشارحة لما في القرآن الكريم، المبينة لما فيه، المشرعة بأمر الله الحي القيوم. نعم، رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر، غير أنه بشر يوحى إليه. وسيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام علمنا أنه أوتي وأوحي إليه بالقرآن، وكذلك بما يعلمه النبي عليه الصلاة والسلام للأمة، فقال:
ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا يوشك رجل ينثني شبعانا على أريكته. واحد قاعد كده آكل شارب، مترفه، متكبر، مغرور، أهم حاجة عنده الدنيا والفلوس والعطايا، وقاعد لا اجتهد ولا طلب علم ولا درس ولا عمل حاجة. شوف النبي بيوصف الحالة الآنية، قاعد على أريكته شبعان، بيقول إيه؟ عليكم بالقرآن، يعني التزموا القرآن بس، عليكم بالقرآن، هكذا يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بيديك الأمثلة الإنسانية العجيبة اللي هتشوفها. ده المدعي يقول عليكم بالقرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. يعني النبي عليه الصلاة والسلام بينبهنا إلى هذه النوعية من البشر المتكئة على الأرائك، قاعد واكل شبعان، نايم، مرفه، متكبر، مغرور، لم يسعى في طلب العلم ولا تحصيله، وقاعد بقى ينظر على الناس ويقول لهم انتوا تمسكوا القرآن بس، اللي حرموا القرآن تاخدوا بيه، واللي أحل القرآن تعملوا بيه، واللي حرموا القرآن فقط هو اللي انتوا تجتنبوه، وغير كده يعني ان انتوا تتركوا السنة. يعني شوف سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام بيكمل ويقول: وإنما حرم رسول الله كما حرم الله، وإنما حرم رسول الله كما حرم الله، وإنما حرم رسول الله كما حرم الله. أنا أعيدها 3 مرات، بعيدها 3 مرات. إنه النبي عليه الصلاة والسلام بينبهنا إنه ما ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، ومعنى كده إن رب العالمين أعطى نبيه الكريم وحيا آخر، وهو السنة النبوية المطهرة التي تفسر القرآن وتبين معاني القرآن، كما قال الله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فهو يعني سبحانه وتعالى أوحى لسيدنا المولى سبحانه وتعالى، أوحى إليه القرآن، وأوحى إليه أيضا السنة، وهي الأحاديث التي ثبتت عنه عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بالصلاة، وفيما يتعلق بالزكاة، وفيما يتعلق بالصيام، وفيما يتعلق بالحج، وفيما يتعلق بسائر المعاملات، وغير ذلك في كل مناحي الحياة التي علمنا فيها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالسنة المشرفة وحي ثان، السنة المشرفة وحي ثان أوحاه الله إليه عليه الصلاة والسلام، وهو يعبر عن ذلك بأحاديثه التي بينها للأمة وعلم فيها أمته صلى الله عليه وسلم، وتلاها على الصحابة الكرام التي دونوها وأثبتوها رضوان الله تعالى عليهم. منكر ذلك مكذب برسول الله، منكر ذلك مكذب برسول الله صلى الله عليه وسلم، مخالف للأمر الإلهي الواضح في القرآن الكريم. قال ربنا سبحانه وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا، واتقوا الله، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. صدق الله العظيم. اللهم اجعل هذا البلد آمناً وسائر بلادنا، وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. اللهم اجعلنا مسلمين لك، واجعل ذريتنا أمة مسلمة لك، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام والطول والإنعام والعفو والإحسان والمنن والرضوان، من علينا
بنعمة الأمن والأمان والهداية والإيمان، وأدم علينا نعمة السلامة والسلام والعافية والتيسير والتوفيق على الدوام، واحفظنا واحفظنا بحفظك الذي لا يرام يا خير الحافظين ويا مجيب السائلين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم على المبعوث رحمة للعالمين. اللهم آمين آمين. مرحبا بكل مشاهدينا الكرام، مشاهدي القناة الأولى المصرية والفضائية المصرية وقناة أون، مرحبا بالجميع. نذكر حضراتكم سريعا بصفحتنا، الصفحة الرسمية لبرنامج قلوب عامرة مع الدكتورة نادية عمارة. بنذكر حضراتكم بأن احنا بنلتقي وإياكم من السبت إلى الأربعاء، من السبت إلى الثلاثاء في رحاب التفسير، بنكون في رحاب التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم، وبناخد أسئلة السادة المشاهدين معنا على الهواء مباشرة قدر الطاقة نجيب عنها في ذات الحلقة أو في أقرب حلقة. يوم الأربع هو المخصص للرد على أسئلة حضراتكم اللي بنتشرف باستقبالها على صفحتنا، وكمان بناخد أو بنعرض كتابنا، كتاب قلوب عامرة برواية حفص عن عاصم بقصر المنفصل. معنا أستاذ هاني. ألو. أهلا يا فندم. يعني بداية يعني أنا عايز أشكر حضرتك، أسجل يعني شكري وتقديري لحضرتك على تبني مشروع الرد المفحم المتخصص الهادي على منكري السنة وأدعياء التنوير اللي زاد عبثهم في 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 السنة الأيام اللي فاتت دي. شكرا لحضرتك. أكرر شكري لحضرتك على على تبني هذا المشروع. أشكرك يا فندم. بالنسبة لسؤالي عن الأذكار والأوراد، عايز تعريف للذكر والورد، وهل هناك فرق بينهما؟ حاضر. وهل في نصوص معينة يستحب تلاوتها في الأذكار والأوراد، والتوقيت بتاع تلاوة الأذكار والأوراد إيه؟ شكرا جزيلا. شكرا يا استاذ هاني. معانا استاذ حسام. اهلا وسهلا يا استاذ حسام. بقول لحضرتك كنت عايز في موضوع كده شاغلني بخصوص اللي هي الشركات اللي هي المرتبات بتاعتها بتعتمد اغلبيتها المرتبات بتاعتنا على الفايده. فكنت عايز اعرف هل المبالغ اللي احنا بنقبضها دي هل دي حلال ام حرام، ولا هم اللي مسؤولين عنها والمرتبات دي عشان انا بتعب فيها وبشتغل دي حلال ليا؟ لا تاني يعني انا معلش عشان افهم بس، حضرتك بتقول ان انت حضرتك شغال في شركات، يعني شركه مثلا وانت ليك مرتب المرتب بتاعي طيب، هو اغلبيه المرتبات بتبقى فايده من الاقتراض اللي هم بيجيبوه هم بيعملوا يعني بيه الشغل. وحضرتك طبعا تعرفي ان دي اغلبيه الشركات بيبقى عامل قرض عشان يعمل شغل ويفتح شركه، تمام؟ فبيدينا المرتب ده اغلبيتها من الفايده من القروض دي، هل ده حلال ام حرام؟ من فوائد بقى الشهادات المودعه دي او الاموال المودعه فيها في البنوك، ده السؤال يعني. فانت بتقول الفلوس دي حلال احنا ناخدها ولا حرام؟ ولا عليهم هم ولا عليهم هم مساله الحل والحرم؟ اللي هم عليهم هم مسؤولين عليها، انما انا لا. حاضر، ده سؤال. في سؤال تاني؟ في سؤال تاني، في حضرتك برنامج للتجاره، بس عشان تدخله لازم تودع مبلغ، بس الفكره هو عامل زي البورصه، بس الفكره ان في مكسب وخساره، هل ده محرم ام محلل؟ برنامج عشان تدخله لازم تودع مبلغ. بس البرنامج ده يعني يعني تداول تداول يعني تقدر تقول ان هو بورصه ولا مش بورصه؟ هو عامل زي البورصه، عامل زي البورصه، يعتبر زي البورصه. الحاجه دي يعني تبع الحكومه ولا خاصه؟ لا ده معتبر
يعتبر موقع خاص للعالم كله، يعني طيب. كله بيتداول فيه على مستوى العالمين بقى، مش عندنا احنا هنا بس، مستوى العالم يعني كله مستوى يعني. العالم ايوه كله بيتداول من جميع الجنسيات. طيب حاضر، نشوف الامر ده. شكرا يا استاذ حسام. ست ام ريتال، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. ست ام ريتال، انا بشكر حضرتك جدا، ربنا يجزيكي خير. امين يا رب، امين. انا كان عندي مشكله ان انا متجوزه في تقريبا بقيت هنا بقيت 12 سنه. وانا حصل لي مشكله وكانت سوء تفاهم، بس لا. هما ما حاولوش جبر قواطر، ما حاولت بكل الطرق ان احنا نرجع زي الاول. الصوت بس، الصوت يا تسنيم. ست موريتال حضرتك يعني في مشكله قائمه متحكمه ومتسلطه في ان هي يعني بتجذب ابنائها ليها، حتى يعني ما بيغلطوش نفسهم ابدا. انا تاذيت اذى نفسي بجناب ان انا عايشه عشان ولادي، مش عايزه اخرب البيت، بعزه جدا، بس هو مستعد عشان بر الوالدين ان هو يختارني عادي، بس بر الوالدين انا ممكن أنا ممكن اسال حضرتك على حاجه. ست مريتال، هل حضرتك مثلا بتشتكي منها قدامه؟ عملت لما صوت. بتبقى بحكم الفضفضه يعني. انا ممكن انا بس حابه انك انت تخفي من الموضوع ده عشان انت ما يعني ما تتوجعيش انك بتحكيه وهو مش عارف ياخد موقف. انا سبت شغلي احباط احباط، ان انا متعلمه تعليم عالي بتقلل مني جدا. ليه سبتي شغلك؟ سبت شغلي عشانه، هو بحبه. يعني هو طلب منك تسيبي شغلك؟ لا، كان دايما شايف ان انا عشان كده انا شهادتي اعلى، فانا كده بس يعني ايه بتعالى عليه. بس هو جابها بطريقه ثانيه عشان الاولاد. بس انت تقدري ترجعي شغلك في اي وقت؟ انا مش هينفع، ارجع تاني عشان للاسف هو ضغط عليا ضغط كامل بكل الطرق. ما بيغلطوش نفسهم وعايزين هما دايما يبقى عندهم الفعل، وانا يعني انت لو ما كنتيش استقلتي او سبت شغلك كان هيعترض يعني، ولا كان هيسكت متضرر؟ ايوه كنا هنوصل للطلاق وانا لسه معايا البنت بس. طب وانت لما اتجوزتيه كان متجوزك وانت بتشتغلي وما كانش معترض؟ ايوه وخدت اجازه الجواز اسبوع في اسبوع. لا سيبيه مش عارف ايه، قلت لا هكمل. انت عندك قد ايه اولاد يا ست موريتال؟ عندي ثلاثه، بنتين وولد. هما صغيرين؟ صغيرين، ثلاثه خمسه طبعا. متجوزه بقالي 12 سنه، اهم حاجه عندها البنات بتغيظني بيهم، انا ما بيفرقش معايا. سلمت امر الولايه، قلت فوضت امري ليك يا رب. الاذيه نفسيا بقى دلوقتي، وان هي بتسعى لخراب البيت، هم عندهم فكره الطلاق عادي. طلقت قبل كده تلايفي عادي، بس انا ما بعرفش، انا ما اقدرش يعني. يعني هي عايزاكي تتطلقي؟ ما بتحبنيش، مع اني انا يعني هي بحبها. طلبت من ابنها انه يطلق حضرتك؟ مش بطريقه مباشره. او هو بيعمل ايه يعني؟ يعني هو وضعه ايه يعني؟ هو دلوقتي قالت له طلق مراتك، هو راح طلقك ولا ما سعاش في الامر؟ لا ما طلقنيش. طيب هو عايزه تيجي من نهدى احنا، نهدى احنا ونسيبنا هي عايزه ايه؟ نخلينا في ان إيه؟ احنا نسيبنا، ما احنا فهمناها بقى. احنا دلوقتي عايزين ننجح، نمشي المركب ما نوقفش، صح؟ ولا نعمل قلاقل زياده فنلاقي نفسنا غرقنا كلنا؟ بالراحه يا ست موريتال، احنا هتكلم مع حضرتك. استاذ محمد، معذره بسرعه يا استاذ محمد عشان الوقت. اتفضل يا فندم. يا استاذ محمد، الو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. الو، السلام عليكم. ايوه الو. ايوه اتفضل يا استاذ محمد. تليفوناتكم مالها؟ انا مامي محمد. اهلا بمامي محمد. انا مامي محمد. السلام عليكم، ازي حضرتك يا دكتوره؟ عليكم السلام يا ست ام محمد، اتفضلي يا ست كل معاكي، اتفضلي عشان الوقت خلاص. انا عندي وسواس على طول في دماغي، لما باجي اشتري اي لبس جديد او حاجه. ايوه، ايه الوسواس ده؟ على طول وسواس، لا الحاجه دي وحشه، لا رديها، ودي حاجه بتزهقني. وبعدين
في فيما السؤال؟ ما تسمعينيش من التلفزيون، اسمعيني من التليفون. وعندي حالة كده بتجيني يا دكتورة لما بقى أزهق ولا حاجة. أيوة. طب الوقت يا تسنيم لو سمحت، معلش هنطلع الفاصل وناخد تسنيم تاخد السؤال من الست أم محمد. أترك حضراتكم مع هذا الفاصل. مرحبا بحضراتكم. الأستاذ هاني بيتكلم عن فكرة أو كلمات الأذكار الأوراد، بيقول إن هما الاثنين مختلفين، هل في فرق بينهم وهل في نصوص معينة الإنسان عليه أن يقوم بالذكر بها؟ يعني هو بالنسبة أو في مقام ذكر الله تعالى، كلمة الذكر أو الورد هتكون هنا بالمعنى العام بمعنى واحد، يعني الذكر باعتبار إنه ذكر لله تعالى، أن الذاكر يذكر ربه سبحانه وتعالى، بتذكره أثناء الصلاة زي ما ربنا قال وأقم الصلاة لذكري، أو بتذكره بالقرآن الكريم، بتقرأ القرآن والقرآن عبادة، أفضل عبادة أمتي تلاوة القرآن، أو إنك بتذكره بما جاء في القرآن ونبهنا إليه النبي عليه الصلاة والسلام من التسبيح والتحميد والتكبير وسائر الأذكار الواردة عن حضرة النبي عليه الصلاة والسلام. وبالتالي الورد باعتبار إن الشخص بيلتزم قدر أو بيلتزم قدر معين بيجيبه صباحا ومساء وخلال اليوم، إن هو له أوراد من الذكر، فهي كلها ذكر بمعنى إن ليك بقى شكل منظم في قيامك بالذكر. طب إيه ألوان الذكر اللي أنا ممكن أقوم بيها؟ الأولى إن حضرتك تلتزم ما ورد قمة الذكر وجوهر الذكر القرآن الكريم، وما جاءنا عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من بقى أذكار الصباح، أذكار المساء، المحصنات، الأشياء الكثيرة، الأذكار الكثيرة الواردة عن حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يلتزمها الإنسان ويكون له صحبة طيبة معها عند الصباح وعند المساء وخلال اليوم، وربنا يجعلنا وإياكم من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. ضبط إن ليه قدر معين من الذكر يوميا بيشجع الإنسان إنه يلتزم هذا القدر، وحتى وإن كان قليلا أدوم العمل إلى الله سبحانه وتعالى أدومه وإن قل، فالإنسان يداوم قدر استطاعته. بالنسبة للسؤال الثاني، الأستاذ حسام بيتكلم عن شركات المرتبات بتاعتهم، بيقول ان هما الشركات دي بتحط اصول اموالها في مثلا او مجموع من المال كبير بيحطوه في البنوك على شكل ودائع او شهادات وبيقبضوا العمال منها، فهو بيقول هل القبض بتاعنا ده حلال ام حرام؟ ما دام هذه الشركه اللي حضرتك بتقول عليها دي هي من الشركات اللي هي انت بتضع المال بتاعها في البنوك اللي هي بتاعه الدوله وبتاخد الريع ده أو الثمرة دي وبعدين تقبض منها العمال، فكما هي جائزة في شأن الأفراد جائزة في شأن المؤسسات الكبرى اللي هي في شكل الشركات وفق القانون اللي طلع الخاص بالبنوك واللي في سنة 2004 ولايحته التنفيذية اللي بتعتبر إن إيداعات المواطنين سواء في شكل أفراد أو مؤسسات في البنوك دي الإيداعات دي لون من ألوان الاستثمار والادخار وليست إقراض كما هو شائع، وإن إحنا بس هي الألفاظ اللي بتشيع في مسألة التعامل في البنوك هي اللي بتوصم في كثير من الأحيان كثير من المعاملات البنكية، وإحنا تعلمنا إنه الأصل العبرة بالمعاني وليس بالمصطلحات فقط، فعملك هذا مباح والقبض بتاع حضرتك برضو كذلك. كما إن لو حضرتك النهاردة خدت جزء من مالك وحطيته في البنك وتعيشت من الريح، تعيشت من هذا الربح بتاعه، هل إحنا بنقول أو نقلنا آراء الفقهاء في ذلك إنه ده لا يجوز؟ نقلنا إنه هذا يجوز للإنسان، وبالتالي إن هو يتعيش من هذه الأرباح. المواطن في الحالة دي سواء في شكل فرد أو مؤسسة بيضع هذا المال في هذه المؤسسة
البنكية اللي هي مؤسسة وطنية بيحط فيها وكل البنوك تحت مظلة البنك المركزي، تضع المال للادخار وللاستثمار يا أخي الفاضل. بالنسبة لي البرنامج اللي حضرتك بقى بتسأل عنه، أنا مش عارفة البرنامج ده. البرنامج ده بتقول برنامج عالمي، نوع من التداول المالي ونوع أو كأنه بورصة، فأنا أنصح، لأن ده عايز تتبع وعايز متابعة، لابد من الاطلاع على تفصيل هذا التطبيق اللي حضرتك بتخش عليه وتحط فيه فلوس. وأفضل في الحالة دي إن احنا نروح لدار الإفتاء المصرية، عشان هيبقى عندهم التفصيلات الأكثر دقة، بحيث نقدر نتتبع هذا التطبيق هل يجوز التعامل فيه أو لا يجوز التعامل فيه. بالنسبة للست أم ريتال، متزوجة في بيت عيلة 12 سنة، الأم متحكمة متسلطة، الزوج أعادها من شغلها، وأنا دايما أقول لأي زوجة، طالما إحنا اتفقنا منذ مبدأ الزواج ولم يحدث هناك اعتراض بين العمل بتاعي وبين القيام بحقوق المنزل، لا أنصح أي امرأة إنها تترك العمل بتاعها مطلقا. ليه فوائد كثيرة، مش بس الفائدة المالية. أخذ أجازة وأطول الأجازة مش مشكلة، بس أقدر في أي وقت إني أعود إلى عملي مرة أخرى، إن العمل ده صناعة وجدان للإنسان، مش بس إنه كسب مال وتواجد بين الناس وتعامل مع الآخرين وانطلاق الإنسان وسعيه في المجتمع. كل دي ليها معاني، وبالذات بقى لو كان إنسان صالح مصلح فبيكون نموذج طيب في هذا المجتمع. يعني بلاش التسرع في أخذ مثل هذه القرارات، دي نصيحة عامة. أما وأنك أخذت القرار، نعود إلى الحالة المسؤول عنها. أنا النهاردة معايا زوج والدته بتقول له طلق مراتك، أنا سألتك سؤال هل طلقك الزوج أو سعى في ذلك، أنت قلتي لا، خلاص بقى نسأل الله النصر وأنه يفتح لنا وأنه يهديها لنا، فتحملي عشان بيتك وأسرتك. طالما هو ما سعاش يقول لك أنا هطلقك، أبشري خيرا، وعليك مراعاة الله سبحانه وتعالى وحده، أنت بتحاولي ترضي الله فيهم يرضيك الله سبحانه وتعالى. بس من الحكمة، مش على طول بقى بشتكي والدتك عملت، والدتك سوت، اخواتك البنات، هي مفضلة البنات، يعني اكبري عن الكلام ده وركزي في ولادك عشان ما ياخدوكيش من زوجك وولادك. فما تركزيش الطفل ده اتعلم عادة مش كويسة او سلوك مش طيب او اعتاد شيئا لا تودينه، او ان انا اللي عندها ثلاث ولاد في الاعمار دي ما عندهاش وقت يا ام ريتال تقعد تنشغل بحماك، خلي ابنها معاها تفرح بيه وتسعد بيه وتحفوزي بدعوتها، وخليك انت مع اولادك ربيهم، وزوجك هيجيلك لما كمان يقبل عليكي اكتر لما تقللي الكلام عن والدته. هو اكيد ادرى بيها مني، ادرى انها متسلطه ومتحكمه، هو عارف ده كويس قوي، فانا اكون الانسانه اللي بتستقبله بلا شكوى، قدر الطاقه اعملي كده، اقول الحاجات المهمه، لكن مش على طول اقعد اشتكي و من والدته يا ست أم ريتال. الحياة محتاجة سياسة، نفس طويل، صبر، وطول ما الإنسان بيراعي الله ربنا سبحانه وتعالى يرعاه. الست أم محمد كانت تركت سؤالها وبتقول إن عندها وسواس، والوسواس ده ما سيطر عليها، ما تيجي تشتري حاجة تعمل حاجة وبيخليها تتصرف تصرفات مش مظبوطة. أنا في شق مش بتاعي وفي شق أنصح بيه. الشق اللي أنا مش متخصصة فيه، شق إن لابد من مراجعة متخصص نفسي، لأن في حالة مرضية من الوسواس مما تعلمناه من أهل الاختصاص في هذا المجال ومما قرأناه في هذا المجال، إنه في مرحلة من الوسواس لازم تتعرض على متخصص عشان يبدأ في العلاج، مع الذكر والدعاء وإنك تخلفي نفسك. أنت عارفة إنك بتوسوسي كتير، فأدع هذه الوسوسة، والشيء اللي أنا جبته أقول الحمد لله الذي كساني ما أواري به عورتي وأتجمل به في حياتي، زي ما أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام، وأروح كده للثوب الخلق، الشيء القديم اللي عندي اللي ما بقيتش أستعمله كتير، أخده أطلعه لله، فأحظى بأن أنا أخذ بسنة النبي عليه الصلاة والسلام عند ارتداء الجديد، وألا بذكر الله تطمئن القلوب، وشوية بشوية تدربي نفسك على إنك لا تلتفتي لهذه الوسوسة، وإن كانت الوسوسة بحدود شديدة أو عدت الحدود الواجبة لابد
من مراجعة متخصص في هذا المجال صاحبة السؤال. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام والطول والإنعام، اللهم إنا نسألك بمحمد نبيك وإبراهيم خليلك وموسى كليمك وعيسى نجيك وروحك وبتوراة موسى وإنجيل عيسى وزبور داود وفرقان محمد صلى الله عليه وسلم وبكل وحي أوحيته نسألك. نسألك يا مولانا نصرا عزيزا، نسألك يا مولانا فتحا مبينا، نسألك يا مولانا عزا عظيما، يا من بيده ملكوت كل شيء إنك على كل شيء قدير، نسألك يا الله العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، وأن تدفع عنا كل الفتن والآفات، وأن تقضي لنا يا مولانا في الدنيا والآخرة جميع الحاجات. ستر العرش مسبول علينا، وعين الله ناظرة إلينا، بحول الله لا يقدر علينا، بحول الله لا يقدر علينا، بحول الله لا يقدر علينا، والله من ورائهم محيط، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن يميننا وعن شمالنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. يا من كنت قبل كل شيء والمكون لكل شيء والكائن بعد كل شيء، اللهم اجعل لغزة وفلسطين والسودان وسائر بلادنا فرجا ومخرجا. اللهم اجعل لنا ولهم فرجا ومخرجا بحق ليس لها من دون الله كاشفة. اجعل لنا ولهم فرجا ومخرجا بحق ليس لها من دون الله كاشفة. اللهم اجعل لنا ولهم فرجا ومخرجا بحق ليس لها من دون الله كاشفة. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، اللهم صلي وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين، اللهم آمين. نستودعكم عناية الرحمن الرحيم.